تخريج تألق وتميز النساء المغربيات، وذلك وفاء بلادنا للتعريف بالمبادرات الجديدة والطاقات الإبداعية المسخرة للنهوض بحقوق النساء والتفوق وإثبات الذات. وبهذه المناسبة الخاصة يسعدني أن أتوجه بالشكر والترحيب للحضور الكريم من شخصيات وطنية ودبلوماسية ودولية ومجتمع مدني وشركاء، وأغتنمها فرصة لأرحب أيضا بالسيدات والسادة ممثلي منظومة الأمم المتحدة في المغرب. أود أيضا أن أغتنمها فرصة لأرحب بضيوف المغرب الحاضرين معنا اليوم، وعلى رأسهم السيدة الدكتورة فادية الهوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، ويحضر معنا ممثلات دبلوماسيات وشباب من عدد من الدول العربية، لأن جائزة تميز المرأة المغربية تصادف تنظيم ورشات تدريبية للتمكين السياسي للنساء والشباب. وأطلب منكم جميعا التصدير لضيوفنا من عدد من الدول العربية والإفريقية، فشكرا على حضوركم معنا في هذا الحفل. كما أود أن أهنئ جميع الفاعلين والمؤسسات والشركاء والهيئات والأفراد، وأيضا المتباريات والمتبارين المؤسسات التي شاركت في هذه الدورة لجائزة تميز المرأة المغربية، لكل ما يبذلونه من جهود متواصلة في سبيل التمكين الشامل للمرأة المغربية وتحقيق المساواة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث أن توجيهات جلالته السامية تشكل نبراسا يوجهنا لإعداد سياسات عمومية وخطط وبرامج تجعل من النساء ليس فقط مستفيدات من التنمية، وإنما فاعلات ومساهمات في تحقيقها وراسمات لخطوطها. فلا يمكن إحراز أي تقدم دون مشاركة فعلية للنساء ودون تواجدهن في قلب المسار التنموي لبلادنا. وهذا ما أكد ما يقوله جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد 2022، حيث يقول جلالته: ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود لتوطيد الاستقرار الاجتماعي والنهوض بوضعية المرأة والأسرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. انتهى مقتطف جلالة الملك حفظه الله. حضرات السيدات والسادة، تندرج جائزة التميز للمرأة المغربية ضمن البرامج الاستراتيجية التي تقودها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومع اختيار موضوع الشمول المالي والذكاء الاصطناعي في خدمة التمكين السوسيو اقتصادي للنساء لهذه النسخة، إلا دليل على قناعات عميقة تجاه قدرات المرأة وإمكانياتها الخلاقة المبدعة، وتتويجا لمجهودات النساء المغربيات المتميزات اللواتي أبرزن طاقاتهن الإبداعية من خلال استخدام مختلف الوسائل التي يتيحها الشمول المالي وينميها الذكاء الاصطناعي. وأيضا لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والشمول المالي لتسريع الإدماج الاقتصادي للمرأة، والذي يعد أحد الأهداف التي ينشدها البرنامج الحكومي. إنما يتيحه الذكاء الاصطناعي والشمول المالي من وسائل وأدوات للشباب تمكن النساء من استثمار الوسائل الذكية والسهلة الاستعمال في تطوير مشاريعهن، مثل التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية، من أجل الحصول على معلومات وتكوينات في مجالات اهتماماتهن، كما تساعد على تطوير أفكارهن ومشاريعهن والحصول على خدمات تساهم في تطوير منتوجاتهن وتسويقها، سواء من حيث بلورة تصور شكل المنتوج أو من حيث طريقة عرضه وتسويقه، كما يساعد على خلق علاقات ومبادلات تجارية مع دول في عبر العالم،
للرفع للسقف في ربح النساء، وهو ما يتماشى مع قوانين الفساد الملكي الثانية الموجهة للمشاركين في أشغال اجتماعي التجمع الإفريقي لوزراء المالية سنة 2022، والذي يعتبر التكنولوجيا والشمول المالي رافعة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. حيث يقول جلالته: فالتكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل وأن تشكل مصدرا للرفع من مستوى الشمول المالي وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية. انتهى مقتطف الخطاب الملكي السابق. حضرات السيدات والسادة، لقد أظهرت بيانات الدورة الحالية للتميز أن النساء لديهن رغبة وإصرار كبيرين في مسايرة التحديات الراهنة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في المجالات الواعدة وإنشاء وابتكار وتدبير مشاريع تنموية لها أثر اقتصادي على النساء في العالم القروي والحضري وفي الجبال وفي جميع الجهات. وكذا تعطشهن للتكوين في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتهن واستدامة عملهن، وهو ما تؤكده عدة ترشيحات لهذه الدورة التاسعة للجائزة التي توصلت بها الوزارة عن طريق المنصة الإلكترونية. فخلال الفترة الممتدة ما بين 4 يوليوز إلى غاية 23 أغسطس 2024 تم التوصل بما مجموعه 836 ترشيحا من مختلف جهات المملكة، بالرغم من أن الموضوع الدورة هو موضوع جديد وفيه بعد تكنولوجي مهم جدا، ويضعنا أمام تحدي استخدام النساء للتكنولوجيا الجديدة كيفما كانت الفئة العمرية ونوعية فكرة المشروع والمجال الترابي الذي تنتمي إليه. وفي هذا السياق لابد من أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة أمال فلاح صغرشلي، رئيسة لجنة تحكيم الدورة التاسعة، وسيد رئيس الجامعة الأورو متوسطية، وجميع عضوات وأعضاء لجنة التحكيم على انخراطهم وعلى مجهوداتهم الجبارة وتكفلهم عناء السفر للزيارات الميدانية لتفقد المشاريع بجميع المناطق عبر مختلف أرجاء وطننا الحبيب. حضرات سيدات والسادة، إن جائزة التميز للمرأة المغربية تساهم في ترسيخ ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة لتعزيز ثقافة التميز والإبداع في الوسط النسائي، ومن تجليات نجاحاتها ارتفاع منسوب طلبات الترشيحات سنة تلو الأخرى. فسنة 2021 توصلت الوزارة ب 65 مشروع، وسنة 2022 مشروع، وسنة 2023 بلغت الترشيحات 753 مشروع، وهذه السنة وكما ذكرت 836 مشروع لجميع الجهات. وامتداد وتوسع جغرافي مجالي على المستوى الوطني بكل الجهات وتدقيق في الاستهداف الموضوعات، كل هذه العناصر مكنتها من إحداث الأثر المتوخم ومن شد الاهتمام والانتباه على جميع المستويات في مختلف الأوساط. أثر متجلى كذلك في الأداء والكفاءة والروح التنافسية للتميز والتفوق، فضلاً عن المصداقية والنزاهة والمعايير المتسمة بالدقة التي تعزز المساواة وتكافؤ الفرص رغم تنوع وتعدد المبادرات المترشحات، وهي قيم ترافق مسلسل الجائزة منذ إطلاقها إلى غاية منحها وتسليمها. فجائزة تميز المرأة المغربية ببلوغها حتى الآن النسخة التاسعة وبحصيلة 12 مبادرة نسائية نوعية ومتنوعة منتقات من كل الجهات من ضمنها 3 مشاريع ستتوج في نهاية هذا الحفل، استطاعت أن تكسب صف الاعتراف وأن تثبت وجودها في مشهد التميز والتألق إلى جانب جوائز أخرى في ميادين مختلفة. كما قمنا أيضا بالإضافة إلى 3 جوائز الترشيحات اللي غادا تفوز بالجائزة، يعني خلقنا أيضا مسار للتكريم لنساء متألقات، وهو ما سميناه تميز القلب الذي سيتم أيضا تقديمه خلال هذا الحفل.
تهديدات والسالة. ختاما أغتنم الفرصة مرة أخرى لأشكر كل الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة وكل المشاركين معنا اليوم، كما أنوه بالحضور القوي والمتميز للمرأة المغربية في مسلسل البناء الاقتصادي ومساعدتها إلى جانب الرجل في أوراق الاقتصاد المفتوحة التي مكنتها من تحقيق مكتسبات تراكمية منحتها مكانة لا يستهان بها في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي جميع مجالات التنمية المستدامة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.